مفاوضات الأزمة اليونانية إلى أين؟ هو السؤال الذي طرحته مختلف الجرائد الصادرة اليوم في اليونان، والتي كرست صفحاتها الأولى للحديث عن فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها. عديد الصحف تساءلت عن مستقبل البلاد الاقتصادي إذا ما بقي الوضع على حالها. هذا الخبير الاقتصادي يقول برنامج الإنقاذ ينتهي، وهو ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، سيوقف آلية السيولة الضرورية لتمويل البنوك اليونانية. لذلك تاريخ 30 من يونيو هو الحد الأقصى، غير هذا الأمر يصبح شتما سياسيا. وبينما فشلت المفاوضات، لم يتحدد أي لقاء بين اليونان ودائنيها قبل الاجتماع الذي سيعقد الخميس ويضم وزراء مالية منطقة اليورو، حيث سيشارك عن أثينا وزير ماليتها يانيس فاروفاكيس. هذا المواطن يقول أنا متحفظ على أوروبا لأنها تضغط علينا كثيرا، أعتقد أن عليها أن تخفض من شروطها. أما هذا فيضيف إنها فوضى، لن يتم الاتفاق لأنه ومع هذه الحكومة لن يتم التوصل إلى شيء. المفاوضات بين شد وجذب، والطرفان يكافحان بل يتشاجران. عدم التوصل إلى اتفاق كان قد أثر على بورصة أثينا التي أغلقت على تراجع ب5%. المؤشر العام تراجع بنسبة 4.68%، فيما تراجع سهم البنك اليوناني إلى 5.71%.